بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكيس ديتا لي أفراد كم بدا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. باب ذكر الموت وقصر الأمل هو باب هاي وكسب سي عشر كو جيرد يا موت كان الحصوص توم مسكح يا مانك الله وهايو وقصر الأمل حودنا لصوق أبصر حودا يا هنك الدنيا دا يا هنقل تاجا الرماة الدنيا الله هنقل تاجا يا الله صوق أبيو. قال الله تبارك وتعالى: كل نفس نفكستا ذائقة الموت جيرت إلى لم يسوي، وإنما توفون أجوركم وحاول الذين بحون الذين لما يستر أجر يالكين يوم القيامة مالك آخر وحن أجر هين وشقين يوم اللغتك هاي متشرو. فمن زحزح عن النار نك نار تلقف وقيا لقد يريو وأدخل الجنة جنة لقشو فقد فاز نك أسقى واللي باني وأنا قول إستي. وما الحياة الدنيا نولش دوماءها أما سقيس أما اللي ذتاد إنو تشغنو إلا متاع الغرور بديع الله سكوتا غمويه وبديع الله سكوتا غايو غروركو إنه يها جمع غارنا ويدعي كرتا إنه مستر يها ويدعي كرتا هذا مستر يها مركا ومتاع التدليس والغر يعني واحد أبها بديع الله سكوتا غو مثلا قنع ستضو كالدوارك تيم بديع الله كينا يا رينش اللمرية أما قدر روحسن اللمرية مقع قان عسية الشركة لغو قرية قروح سنو أما سمع عضله ساسة هو قضان إزهاد ونوحي وحي وحخربان بو نقونا يو فيغة ونطيالة هين أو ارتفشال نقونا يا مركا كان نوع عاسة بضي عضا موقال ككونا سن حقيقة هان اللي تطيئان يكواليتان اللي تا أيا اللي هذا متاع الغرور ومركا غرور كوح نقونا يا مصدر وألاب يا بضي عضا لسكوت دقو لسكوت كديو نن كان كان عسيا أقون اللغو السيرو الدنيا دونا واسدا سوكولو نن كان آخر كورقب إلهنا آن كحشونين وحقودك موي سؤولي النعمة ضي ستائي وناك بضي ستائي على ذلك أفي عاني مقع بعض لي ضاي يا ماي لغا أفقبني الدنيا قدك مي آخرنا قدك مي سيدا بدي عدح نروح اللغو قدكو ومده وناسن وقدك مو هدي اللي ده دمرك غرورك وجمع غارنا وضدك الدجان ألعاب تودي ضدك الدجان الدنيا ده أي دكتي الدنيا شعلة ذي آخرها المامي ضدك وحي وحمودان ويم وين الدنيا ده كلام معها أيد قيبته وكل نفس ذائقة الموت مسألة عقد وهذا قيام بضم بأكل شرطة وعلوم ذكاه الله نؤه شركة دنتي نفط أيده وينوش أمرك وشركة نفحها هيو. كل نفس ذائقة الموت معنى هذا وحاوي عند أهل العلم كل نفس ذائقة موت جسدها نفكست وحيد أنا من إيسا شرك هذا يقن كذا ديما الشديس شرك مركو نفح هي قلف نقون نفط وينوش أيضا ويبحس ويتريس وحد ما نيا وشرك مركا أيضا قن كذا يقلف كذا جيد لا نقون نجح نقون والروح اللي جسي بياء النور كي نفتنا واتجيسة محي إلي ذوق وحرد وحلا ردمية ذوق لي هذا شيء وحرد مينا ينا وحاشرت إنه النول ياي علم جاء يا قانت يا ردمنت يا ذوق يا أورنت وحياه النوع عز وحلاشر ديا أحد كوحرد مينا يو إنه النول ياي هذا النفط ردمينا يسوي الدريم يسوي جيري ده حنون كده يلاح وجوتك أي دريم يسوي طعم عن هذا وحوي أيدي بالنور لأن الذوق حوي ووصفي شيء نور وحي أنا ردمية هذا يس النفط النوري سبب كل ردمي شيء هم حنون كي يلاح وجيري ده إن تفانتين بنوم عليه كل نفس ذائقة موت جسدها معناه أيد واسدة dadka aan caamada ama aqoon diineed lahayn ay waxay u qaataan aayadu inay tilmaamayso naftu inay dhimanayso nafta dhimanayso ka fahmaan ayagu naftu ayadu ma dhimanayso markaana way baxaysaa waxay ka baxaysaa
jirkii bay ka baxaysaa iyadoo dareento dhadhamisay xanuunka iyo laxawga uu leeyahay geeridii wadku. Mar dambay naftu dhiman doontaa, laakiin xilligan jirka ay ka baxayso way nooshahay. Miyaynu isfahannay? Sidaa waa in loo fahmo. Markana jirka ka baxayso way nooshahay, laakiin mar kale ay nafbixi doontaa. Kullu man calayha faanin wayabqaa waju rabbika dhul jalaali waalikraam. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. حليك لو النفض حدون تجتا ينا إدي مريس ووحنا الله ينسوا حرينين. لكن حليك أن أي كدر إيريس الشركة أي كجرتي وينور شاي وحين الدريمي ساحنون كأيو لحوغا غيري دي يوات كي دريمي سا سدا ساسح آيات لغوف السورو. فدنا وحليم ما هي waxaa loo jeedaa naftu waxay dareemaysaa markay dhimanayso qudhigada dhimanaysee hordhaca iyo sakaraatul mowtka muqadimaatul mowt bay dareemaysaa iyo sakaraatka, kadibna way nafdixi doontaa. Jidhka iyadu waa israacahayaan, macnahaasi ma saxano. Maxaa yeelay qur-aanka iyo sunnadu dhan baa khilaafsan. Naftu way baxaysaa, waxa dhimanaya waa jidhka. Mar dambe iyadu dhiman doonto oo ay jidhkeeda ka tagtay, mar dambena aayadii jidhkii waa la soo wada celin doonaa. كل نفس نفكس تذائقة تنتيل رمي الموت أي موت جسدها بيد رمينيس سدا سهاد اللوجي إذا معناها ذوق ما ينور شيء وحانا كيني رمينتا إيا ذوقا كيني إن شرطي ذوقا لهلو الحياة نرشاها. وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار نينك النار تلقفوك لغا ديري وادخل الجنة جنة اللقالية فقد فاز نينك أسقوان لباني. وما الحياة الدنيا نولاشا دوانا ما أهانين إلا متاع الغرور. ألعب الله اسكوت داقو أما دادك داقان أي وحمودان مويه مركا يان لغود داق مويه آياد وحي كنت كوت الماميسا إينا دقيري يودنا قلبك يمانك يمسكح داقوا إيسو هودنا صوقا بساتو آخرنا أدير قرودو إن إلهي سبحانه وتعالى جنة دي سيا خير كسات كل إبانتو. حديث النبي كسونا حوها وآياد معنيه دات المامي من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. نوح الروح جعل إن إله النار تكفر إيه شن يمل واسن أوج يروح الضنين يجعل geeridii wadku ha u yimaadeen asagoo alle iyo aakhira rumaysan. Dadkana oo la yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay inay kula dhaqmaan asaga. Dadka kula dhaqan oo la qaabil ummadda bini aadamka shayga aad jeceshahay in lagula qaabilo weji iyo waxtar iyo walaalnimo wixii aad u jeceshahay ummadda la jeclo. Siday marka ku dhacaysaa in geeridaadu iyo wadkadu ku yimaado adigoo alle iyo rasuulku rumaysan oo ahlu khayra وأنا أعماش الصالحة التي ما دو سياد خاتمه وراكس محشو. وقال تعالى وحكل وربك إن يلي وما تدري نفس نفقرا ميسو ماذا تكسب غدا بروح شقي سنيا ما لك ضم بين منا وما تدري نفس 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 نمو بأي أرض تموت لك يقول ما لي وتك أو إيمان ما قرن يسو قصة طريفة كتب التفسير الشيخان أيضا مركي مريا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام ومالما ما كميدا فديا مجلس كيسو وينا اي شام بريغا دخي شام كو يالاي جوغا اما يامن بمركا جوغا مركو بلقيس او تغي با ديدون ها نوقتي ايام الخمو سو سلامو سو بوقدي حلقدي 10 كب اسكا فريستي سو هاو لو دري سوغي انو سو قبطو وخير مكو ملكمو فديا و خو اركاي نين حلقدي 10 كدح فديو نبي سليمان دغيسن هايو 10 كي يا محاضردي واندي فديا oo saacado kadib la amray malakul mowt inuu nafta kaga soo qaaday hindiya. Intuu cashirku socday ninkii buu aad u fiirinayaa oo indhaha ku mudahaya xule ninkaani soo ninkii ilaahay ku yidhi ma aha nafta kaga soo qaa tuuli heblo oo hindiya ku taalla. Maxaa ninkan yaman fariisiya aminkan? Maxaa aminkan dhigay shaam iyo falastiin iyo suuriya iyo lubnaan? Ninkii adda malagii baa galay wuxuu ka shakiyey ninkii indhaha ku kuurahaya ku mudaya aada u fiirinaya. Markii cashirku nabiyulaahi Sulaymaan dhammeeyey wuxuu nabi Sulaymaanu ninkaa nin dareen qabo ogi aada buu ii fiiri waan ka shakiyey
inaan ka fogaadaan rabaay dabayshaadii dadka qaadita diyaaradda io amar hindiya laga tuuro. Dabaysha waa loo amray, hindiyaba laga tuuray, maxaa ka daba tegay dhurwaagii dadka libaaxi dadka lan jiraa ka daba tegay, malkulmuud baa ka daba tegay, libaaxi baa halka nafta kaga soo qaaday. Markii xadiis baa ku yimid saxiixa, markii ilaahay ajashaada iyo dhacaankaada uu meel ku qoray in naftu ay kaaga baxdo, dan baa lagaa gelinayaa. Saad Nairobi iskaga joogto eed u ladan tahay inba haddii maanta Muqdishaan gaadhahaya, saadaad eerboodka uga degto xabadgu iftaaba kugu dhacaysa, mee heblan gaadhahaya kanaaca ku cuna kow, dan aan weligaa kaa soo gelin meesha iyadaa lagaa gelinaya. Ma ogid meelay naftu kaaga baxayso. Mar hadday sidaa tahay, mowtu qafluun hadda batay, naftadu meelay ku bixi iyo xilliy bixin aadan ka warqabin, aadama waxa weeye adduunyaysan ku dagayna ka diyaar garow. Aakhara u sahi qaado, ilaahay ka xisho, toobad keen. Maantana haddeer waad ogtiin waa awalu yowmin min ramadaan. Baabku imaamku inuugu soo hagaagay cashirku iyo maanta waa isleedahay. Marka aad iyo aad ha la soo ilaaliyo. وقال تعالى وحكم الرب يدي فإذا جاء أجلهم أجل كوا وقت كم حدد كقرآن إله قرشية كان قرآن أما آدمها جان قوست أما إله جان قوي وحي مدة مدل قرآن بأجل ليلة هذا فإذا جاء أجلهم مكو أجل كودي يحل جي نف بحلاهن أوي ما دو لا يستأخرون ساعة ساعة دي بسمار دقي كران هل دقيق ولا يستقدمون من صور مرسن كران يعني مضل بنكران ويوم ما أولا يعني ساعدي ببحان أما هو الأسود انت شيء هو بمضل بولي هاي كي حبدي شو كي باصود انت كي قوش سيكون نفبحي ميد والوح يكون نفبحي أجشي سي يا مضش إلى أقوي إمالك وحبي بيها الله قري مرة دي سيدة تهي هل قد يركر بوي مركا اللي دي هاي مركا نهدو مالها قاران توبت كين الدونا أنصون كي الصلاة دي الزكاة دي خير كبادين دونا ماذا إسكالي أجلك ما لا إسكاله عمرك ما لا إسكاله والمرء ممدود ما لا ممدود ما عاش له أمل لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر أنت النوشة هون بس كان النوشة كان يلي كان سمين لكن حلقة يا بحلى قالوا إنه سكوا بياي سعلك دي بنضب حيطون حلو والبمرك جيرف فيلو كنت لقل بقن كذا هلا أركو. وقال تعالى وحي ربي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كوا علي رسول برميه لا تلهكم يسا إذنها مشغولين إذن هولين أموالكم هنتذين إيا ولا أولادكم أبتكين يسا إذن كم مشغولين ويسا إذن كهولين عن ذكر الله إلى حسكيسة يطاع ذا إلهي ومن يفعل ذلك أرنك أن روح أحد كي يلو السمية يوام أحد كي كم مشغولة إلهي ذكر صلاة كوكيهين وواجباتك كوكيهين كغنى مشغولة مال إيا هنتي يا أولاد إلى لنتو فأولئك هم الخاسرون قوة أيهم بخسارة يعد كخسارة بدل ما يجرده متاع الدنيا ويكغا مشغولين واجبات كدينة دا إلهي ساري وأنفقوا بحشا مما رزقناكم وحانكو ارتغنا حقي سوح قبحية زكاة كواجبك هي صدقة بيني سوق رسالة الله بدن يهي ودا دانا وحيدا والزكاة الواجبة ومبا آياتك الله إسا صحنا ما عمك كوان أكسن وأنفقوا بحية وحكا بحشا مما رزقناكم على فيها انتداء من إذن سينا حقي سوح كبحية قيب كبحشة كل قد بلدين كدون معي من قبل أن يأتي أحدكم الموت انتان قيري متكينو إمانين وفيقول أويدا هذا مركا يضع رب لولا أخرتني إلى أجر قريب فأصدق وأكون من الصالحين أفر شير بعلمة الشيخين أحاديثنا تلمانتي بضان قيبا كمذا إن آدمه مسلم إيا قالبا مسلم إيا قال مسلم فاسقا يا قلب يا عثنا يا أنت بلودكوا دبلو علي. مركو كوبدو ما كان نفط كاد دريريسو. إيه سكرات موتكو كقبتو. إيه دون تا إيشو قادو. إيه روح والبو أركو حم بدنيا. نبي كينوش عليه الصلاة والسلام نفط ضيب بعضو. تبيعه الروح. نفط ضيب بعضو أمر روح بعضو. إن ظهر عفوا تبيعه البصر. أرجو إنه هو تجاي حق هذا السفر معي. مركي أي نفتك قبتي حلقون كي يلون تسوق قد أحد والبو حال تصي وأرك يا ماشي وقدم بيني وإنها كل فنية. مرك أيا ذا كي حما هي قالك عثنا يا إلههم ما دبي عليش. هل مر وحي يرى وقتها
marna waa marka laga soo baxo marka qabriga la isgeliyo ay finnadu bilaabato oo la isimtixaano man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka lays yidhaahdo munaafiq iyo gaal iyo faasiq xun baa waxay codsanayaan in dib loo celiyo ruuxa muslimka isagoo markaa ma codsanayo xataa haddii la weydiiyo wuxuu leeyahay ilaah horay ii wad adduunyada sharkeeda iyo dhibkeeda iyo qaxarkeeda fitnadeeda ma rabe hawshaan ii baxday allow igu sii wad kuwaas allaha nagu doro isaga awood leh marka saddexaad waa cinda alxisaab cinda alcardi cala allahi subxaanahu wa tacaala marka buugada la horgeeyo oo lagu xisaabo oo wax o dhan aragto yaad waxaad odhanaysaa ilaah intaadan xisaabta dhammaystirin hal mar hal jaanis hal fursad adduunye mar ha laygu celin ana aqaana waxaan soo samaynaye walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canh wainahum la kaadibuun ilaahay isaga ka warqab waxaan o dhan waxay samaynayaan marka afraadna waa cinda dukhuuli annaar jahannamo marka lagu dulgeeyo weeye hawshuba hadda socota min qabli an yaatiya axadakum almowt fayaquula rabbi lowlaa akhartani ilaahu maa dib ii dhigtid ilaa ajalin ay ilaa zamanin qariib ay yasiir wax yar waqti yar ilaahu dib ii celi weeye hay ha badininba hal sano laba sano bil usbuuc dib ii celi aan soo shaqaysto oon imaan la imaaday oon towxiidsado oon waxaan iska ciyaar iskaga ciyaaray iskaga baatulay aan daba qabtay fa asadaqa aan wax sadaqaystoon wax la baxo wa akun min asaalixiin inta wanaagsan aan ka mid noqday walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajala waa hawlamata hawsha وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ما جرت هوشا ولن يؤخر الله نفس إلى نف دب إذا جاء أجله وكيد مركو قالوا أجل كذا طول لما حلقوا أن بدا دونكم كل حي تاريخ دوار لما تي داور دعر دب لو مسو علي راشين فندو بيسو نقط ملا وقت قال دوار لما تي دب حل المجري وحد صوشق يستبدل يضمضانيس wallahu khabiirun bima tacmalu ilaahina wa xogaal buu u yahay aad iyo aad buu uga warqabaa waxaad samaysaan waa laidinku abaalmarin wey waqaala tacaala wuxuu rabbigan yidhi xataa idaa jaa axadahum almowt midkood markuu wadku u yimaada iyo geeridu qaala rabbi irjicuun rabbi u celi buu odhanaya rabbi u celi lacalli acmalu saalixan camal wanaagsan inaan soo sameeyaan mudanahay waa ku qaswaan samaynayaa fiima taraktu waxaan ka soo tagaa adduunye iyo maal aan ku sameeyo ama fiima taraktu adduunyadan camal wanaagsan iyo iimaan la imaado ilaahay kallaa ma yabuuri ma dhacayso hawsha iyadaa ama addoonka odhanaya oo isku sabayo oo taxasur ama allah odhanaya labadu waa la sheegaa innaha weedha ah rabbi irjicuun rabbi uu iceli weedha ah kelimatun waa odhaa huwa qaa'il uu iska leeyahay addoonku addoonkaa iskaga hantaatacaaya wuxuu doonu iska sheegayaa laakiin war laga yeelhaya ama soconaya ama laga maqlahaya ma ah wa min waraa'ihim dadkii dhintay waxaa ka horay waraa'im amaamihim ba laga wadaa hadda wa min waraa'ihim hortooda waxa ah barzakhun teed baa ka horeeya iyaga iyo adduunyo teed baa u dhexeeya wey nafti baa ka baxday xayaatul barzakh bay ku jiraan aakhirada weyneed lama gaadhay adduunyaan laga soo tag xaaladaxay ku sugan yihiin aakhirada weyneed teed baa ka xiga adduunyana teed baa ka xiga waxaa lagu saaray shameete iyo cara lagaa buuxshay iyo jingad laba gaadho carra waa lagugu rogay waa lagu dhoobayay xagad socotaaba ma jirto wey taas wa min waraa'ihim hortooda waxa uu ka horeeya meesha naloo celiya ay leeyihiin iyo meeshay u socdaanba barzakhun waa nolol dhexaysa wey bayn alxayaati waalmowt bayn alxayaati dunya waalaakhira nolol dhexaysa weeye ilaa yowma yubcasun ilaa maalinka lasoo saarayo faidaa nufiqa fi suur haddii buunka la afuufo falaa ansaaba baynahum nasab ay wax iskugu tareen uma dhexeeyo wey nasabka asalka ilaahay ma dafirayo mana inkirayo asagaa inoo sheegay asagaana jideeyey laakiin waxaa loo jeedaa nasab ay wax iskugu taraayaan xigaale iyo xigta u dhexaysa oo iskugu qaban ma jiro falaa ansaaba baynahum ay nasab wax tarayo oo iskugu hiilinayaan maalinka iyada haddii buunka la afuufo ay qiyaamo dhacdo ma jiraan walaa yatasaa'aluuna waxay isweydiisan mahayaan kamaa yatasaa'aluuna fi dunya wey wa aqbala bacdum calaa bacdi yatasaa'aluuna iyo aayaddan iskuma hor iman waa laba kale masalo konton kun oo maalmood baa la joogaya aakhiray qiyaama tagnaanaysa maalmahaas xilliyo aan laisla hadlaynin iyo xilliyo laisla hadli baa jira buunka maka la afoofee nin walba
dhaguu dilaacayn la suuxo cid isla hadli ma jirto marka ayada xilliga la isla hadlo way iman doonta fala ansaba baynahum wax rixima iyo nasaba maalinka u dhaxiyo wax iskugu taraayaan ma jiro way halmaamayaan walaa yatasaaluuna waxba isma weydiistaan siday adduunku wax isugu weydiistaan maalinka ayada bal axaadiidba waxay tilmaantay marka ayada nasab iska daayay hooyada iyo aabbahaba waxaad jeclaan wax ku yeelato wiilku iyo gabadhu waxay tamaninayaan allow maanta hooyada iyo aabbaha wuxuun xaqamaad ku yeelatid si xasanaad uga hesho xaaskaada aad tamani inaad wax ku yeelato hooyada iyo caruurta iyo nin walboo kula dhashay waad ka carari adoo ka baqaya inuu wax kugu yeesho waxaadna rajayn ood aad iyo aad u tamani inaad wax ku yeelato xagee marka nasab jooga mar haddaad tamaniyeyso aad iyo aad u quudareen oo u jeclaysan hooyada ma wax ku yeelatid aad maanta kala baxdaane oo aabbaha ma wax ku yeelatid aad maanta maxkamad laf u sheedee oo xaaska dadka ugu jeclaa aad leedahay mar ma wax kugu soo baxo wiilka aad dunkanaysa xukun ku waatay ee naftada ka jeclayd aad leedahay ilaahu maanta wax ma lagugu sheego xaqaadi wuxuun idan waa talaga hadlay falaa ansaaba baynahum nasab iyo raxim iyo dhalasho anfacaysa maalinka iyada uma dhacayso bal acdaabay isu noqonayaan nin walba nin buu gaadayaa madilo isu haysta walaa yatasaaluuna waxba isweydiisan maayaan wax tara waa kala cararahaya faman taqulat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaada axad ku cuslaada hal xababa allah ka dhigi fa ulaa'ika hum almuflixuun kuwaas waa kuwa maalinka liibaanay waman khafat mawaasiinuhu miisaankiisa xasanaadku ninkuu fududaado oo ka xumuhu cuslaadana fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwa waa kuwa naftooda khasaaray khasaariyeen naftoodii fii jahannama khaaliduun khusraankana waa khusraanka kufriga ahaa waxay ku waa jahannama ay ku waarayaan buu rabbi subxaanahu wa tacaala talfacu waxaa leefi wujuuhum wajigooda annaar naar baa leefaysa naar baa leefi wajigoodoo diiranaysa wahum ayagoo fiiha fii jahannama kaalixuuna waa qara waxa wey waa ilkacdii wajigoodii baa diiran xadiidka tirmidi baa fasiray kaluuxa meeshan lagu sheegay bishitaanka hore halkaasay ku dhagaysaa dabka ku dhacay kuweelkiisa middaana jilbahaada ay tegaysaa xuduntaada ku dhacaysaa ilkahaad iyo lafahaad oo dhan baa muuqanaya ilka qarawaxa iyo afaydan iyo waxaan daboolayn baa taagaysaa qalfoof baad noqonaysaa qalfoof lafo ilaa qawlihi tacaala إلى قوله تعالى قال كم لبثتم في عدد السنين دد كان دنبيل نار تكو وارهي آد لو عذاب رب سنر أقالي وكي لغا شكي إنه كان فريق من عباد ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوة وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون على علك الإرابة وشيخ كبودي عري يلقى جاد إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم ما صبروا أنهم هم قال كم لبثتم سيدة لو كنت تشيسين المسلمين تقالوا خير كها بايدن كون ما أنت لدن كنت تشيسية سؤالا لو ويدن أفرسوا إلهي وحول أما ملك الله حصر وحول كم لبثتم في الأرض عدد السنين كم لبثتم إمسا نقاتين عدد السنين أوسنوا في الأرض الدنيا دي إمس السند أدويدي سو جوكتين بالاويديني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم حيث الله ما لن بردونك سو جوكنا مثل ما لن نسكي بركي من نكي سيدي تنجير كا سقا سنجير تدبا تنجير أفر تنجير بوحولي أدونك عن سو جوكي هل ما لن هل كسنو سو جوكي بانا وحوي هاي سطح بقوي لحن مال الموت وهل كسنو سطح بقوي لحن مال الموت أفر تنصنو كرفو kumaankun wey kumaanku hal maalin baan soo joogay ba oranay ama maalin gelinkeed niskeed maxaa keenay ma been bay sheegaya akhra been lama sheegi karo yowmul xaqaaiq wey yowmul tubla saraa'ir wey may xanuunka iyo nabarka iyo culayska iyo cadaabka iyo hoog iyo hirtilada meesha ka taagan baa ka sii dhacaya waa islaama maba garanayaan bidaliil fasayl caadiin bay ilaah anagu maayo maskax ma hayne kuwa wax xisaabe wax garanaya miirka qaba weydii idan mar haddii hawshu cuslaato waxaa weeye ma garanaysid ilmahada tuuri naftada tuuri waxaa weeye cadaabku markuu halkaa gaaro
fasal caadiina inta wax tirisee garanaysa malaa'igta iyo dadka ahlu khayrka weydii allo kuwaasaa garan intay adduun la soo joogay kuwa xataa ahlu jannaha la weydiin baa leeya nicmada iyagu markay arkaato waa la weydiinaya intaan weli jannada la geyno ay baasaan ay guulaystaan ama aan weli xisaabta la tegin laftukooda waa la weydiin meeqaad soo joogtee adduunyada yowm oo bacdi yowm bay odhanayaan xataa muslimiinta maxaa yeelay nin walba اللهم نفسي اللهم نفسي اللهم سلم سلم بتاعي قال إلهي وحيدي إن لبثتم إلا قليلا هرت وحير باتوكتين ما إذا جوغنا دين وحير وحان كاهاي وحلا تري واسكير ياي وحلا تري تور ملي واسكير ياي لكن من بغن باتوكتين وي لو كنتم تعلمون هذا وان لا يدين او اخري الدنيا يدين ميزان لها اما ادقر الله يدين انت ادونك سو جوكتين أفحاسدكم واحد موديسين أدو قاتل أنما خلقناكم عبثا دليل يعيرنا إذا أبوري أدونك اللي اسكت شوقي اللي اسكت بردو الدمي الله يسدولمي نيو البحضون اسكت برفوقي هدونا اللي اسكت سحان اللي السوب بحني آيات دان وعلماء قارك حيود دليش دان البعث الأخروي يعرف بالعقل لا بسمع فقط آخرين اللي السوب بحني أي قيامة جرته ويوم الحساب إيمان أيوه يوم الجزاء والله بقر كومد او كلا قاداي عقلك بنادك ولو غران كره انتن ايات قران اي حديث لو شيغن بي دادي او ما حجر ايات كو تسي سي يعني الهي و هو قونسداي او لا دغالمي او كو انكري عقل درو يا دبالم كو قري ددك او قاتا ادونك الا اسك ان جوغو ولا اسك نولان كديبنا ان لي سوخليني اذا ومبحث عقلي وليس معها مبحث سمع فقط بدليل أدونك واركتنا والله استولمينيا والله إسبابينيا والله إسكو حد قدبيا ضعيف كبال لعونيا مسكين كبال قطمانيا كواو حسموذيا قال كبال كبري أهل البقي باسنك تاغيا دارتا ودار ظلم واركتنا وفتن تاغا هدي سنجرين دار لبات ينور لبات والله عادل كبقر كومد وقر سوريو ولوك لبحايو ظالم كان لإدبن مظلوم كان لو هي اي سنجرين هدي عبف بين نقول الله يدوي شد حولها لو نو الله دميرو يدوغاغو ميد بلكو كخبدي ام بعونا سوما ادم نو دقن كاسو كلاد مانتو كنول يا كجرا هدي سنوال كلا اي سنجرين يا دار كلا او لو كلا بخو او دار دار العداله دار الجزاء دار الحساب اي سنجرين مشى سفه يا حكمه درك ام الله اذا البعث الاخروي وفرع كبح من عدل الله ورحمته وحكمته كوصبحوا ولدنا هالكاسي مركا اي لمرا لمرا وحدوقا ان لاذا ورع عبثا عيعيا وانكم الينا لا ترجعون اذن كن حقا يقا لاذن سوء لنا ينسون نقرين ما يروى وقال تعالى تامس عنيس الى وحيد الم يان للذين امنوا انت علي الرسول رميسي ميسن لك ميان لقان أويسن مني أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلوب تضعين أن قلاته إلهي حسكيسة روح إليه آخر رميي ميوسن قلبيس يمان كسي مسك حديث إن أن قلاته أو يؤدن قتان لقان ذكر إلهي حسكيسة خشوع أي خشوع يعني وحاوة يروح مسلم كوان بغن يعني ابن عباس وحورنج صدح 8 سنة كده بأيادي سودك دي صدح 8 سنة كده بأيادي سودك دي مالك مسلم دينك سوق قليل oo dhowr toban sano joogeen baa rabbi yidhi miyaa la gaarin xilligii uu aad khushuuci lahaydeen oo qalbigiinu duxi lahaa oo diinku idin taaban lahaa oo danqan lahaydeen danqasho iimaaneed waa idin sidee yowmaa sheegay nazama alxaq ayadan tafsiirkeeda waxaynu ku soo marnay baabka 15aad wixii xaqii rabbi soo deji walaa yakuunu aysan noqonin kaladina kuwi uutu lkitaaba kitaab la siiyey yuhuud iyo nasaare oo nasaara laga wadaayo من قبل هذا كره فطال عليهم الامد وحاكو ديرداي خيلق يا وقتي انبيدي رسالتي فقست قلوبهم قلب غديب انغلي وقللي وكثير منهم ان بدنوا كميدو كو اهل الكتاب كانا فاسقون موريان ديمت وي قرانكو فسق هادو شيغا بعد كفرين او شي و خو جيدا غالمدي كو تدين كو كبرين غالبا كان رون قال اسك ضعيف ميلان توكسن سمين ارك يمد بوت يبيدن وكلا way kala duwan yihiin mid gaalnimada ku gaamuray oo ku kibray oo ku dhowr bixiyey iyo
mid daciif oo masaakiin muslimiinta masaakiinta oo kasii liitaa jira xagga adduunyada markaynu ka hadlaynaan u jeednaa وكثير منهم من أهل الكتاب مع كفرهم وفاسق أي متمردون في الكفر قال لماذا يكد قوبين ويكد عربين ويمركز يكد كبرين وليبا أرد لماذا سأنا أقا يسوى إن الدين كتاقا والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات كباب كويمة وآيات آدي آدو فربضان الله يقانو باب كوام عاي موت كي يقريدا إلا حسوس طول الشيخ مانك مسكحة الله هايو hawada la soo gaabsado aakhara loo teela dhigo lagu xisaabtamo aayada fara badan wa Cali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala qala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam afwan qala xuri akhla rasuulullah rasuulkii baa iqabtay biman kibay labada ay garab nabi uu saayiqabtay ama biman kibay xuduudu saayiqabtay garab nabi uu qabtay fa qala xuri subanuhu kun aw fi dunya adunida dhaxda inta joogto kaannaka gariib inaad socoto taw kale gariib ninka socotada ah ama safar dheer ku jira oo iska fudaya sahayda rarka inuu boorsada toora laga yaaba bal kabiisa inuu iska dhigaa laga culays dirti qoriga waata dhigi booshka dhigi burashada dhigi bakeeriga toori wax walba dhigi dharka waweyn baad waxa ku soo reefnaad yar iyo waxa caawada ku qarsato leen ma dhaqaa kartid alqa sahifata kay yukhaffifa rahlahu wazada hatta na'lahu alqahab ninka hadlaye nin cararay wuxuu xeeradii buu tuuray suurarka iskaga fududay sahaydii buu tuuray kabihiisii buu siibay waxaan iska daa alqa saxiifata kay yukhaffifa rahlahu wazada hatta na'lahu alqaha nafs ashay nabigu wuxuu nooshu calayhi salaatu wasalaam jir culus oo adag baa inaga horeysa nimaan fudayna ma gudbi karo jiraha dhaadheer mireemigu markay awrta iyo xoolaha raran ka saarahayaan aad bay uga taxadaraan qaabka heryada iyo rarka u xidhahayaan iyo xarka ay isticmaalayaan iyo ritiga qudhigiisii qoolanayaan meesha ka bixi kara riti hebel meesha ma markay leeyihiin rarka waa in laga fuday waa la qaymin rarkii laba riti baa loo kala jabin markay barisamaad la jooga hal riti baa la saaray rarka isaga nabi wuxuu waxa ina amaamakum caqabatun kada wa firu kaud aad u daran baa inaga jiirta ayada ah mamari karo suuban nimaan fuuday un adduunya iska fuudaynin oon aakhara u cuslay marka iska fuudayo nab rarka adduunya xilkeeda iska fuuday kun fi dunya kaannaka gariib inda mirig laa la yidhahda gariibku waa ninka koytada ee dan kale aan lahayn muraadka u yimid meesha un buuqunsanaya saa darteed waxaa ninka gariibka koytada ma xishoodo gabdhu halkaa marayo bannaanka iska fadhiiso iska kaaji un iska tegi maxaa ka qusay maba yaqaani nin baa meelahan ku kaajo taagnaa hawlu taalla ma waxay ka yaqaanaan iska batag meeshii laga yaqaanu tegi doonaa gariibku ma xishoodo danka ma laha dantiisa agtu qunsan waa iska tagahayaan war adduunya gariib baad ku tahay sidii nin koytaa oo indha mirigla-a oo la dhaqan buu nabi ku yihi sayidina ibni cumar aw caabiru sabaa mid jid goynaya wada goynaya ninka wadada goynaya intaa yaree meesha uu maraya inbuu joogaa hadduu habeen baryana saayar buu ka qaadan buu ka tagahaya tusaale gaab marka hadda gaar isu socotaan mingi muddo inta leba ku nasataan ama aad ka timaadaan gaar isu neeru soo mingi 15 daqiiqo 15 daqiiqo koob shaan naaf ku dhufta xabad jabaata ka cuna kasii orod laanno caabiru sabiil ba wadad goonaysa wada gooya tahay dan kale kamalii adduunyadu waa sidaa adoo xabi biyaad lagu abuuray waa dhalatay muddo yar baad joogtay dhowr iyo toban sano oo intaad qaan gaadhaysad macquul noqonaysa mukallaf wax yarna waana qalafkaba tagtay maxaad joogtay ahay lacab la geeli oo marka loo fiiriyo aakharo wa ina yowman cinda rabbika ka alfi sanati mima tacuddu aakhara marka loo eego adduunya waa daqiiqad iyo albiriqs marka nabigu wuxuu haas ku mashquulin nin indhi mirigle oo gariiba oo koyta inaad noqoto iyo jidgooye inaad nin jidgooynaya labadaa iska soo qaad ha isku hawlinin iska fududee wa kaana xadiidku waxaynu ku soo maray baabkii 15-aad baynu ku soo marnay inagu cusba xadiidku wa kaana ibn cumar wuxuu ahaa radiyallahu tacaala canhu ma yaquul kii yidhahda idaa amsayta hadaad galabaysato gabal la gaaro wixii duhur ka dambeeya way masaag weye masaagu cinda alcarab waa duhur laga bilaabay ilaa niska hore habeenka ayaa masaag la yidhahdaa إذا أمسيت هذا قلبي فلا تنتظر الصباح وبريها السجد
inuu waagu beri ha ku talagalin hawada ha dheereysana wey waaga inoo beri beri baa inoo noqon maadaa iskale berida maadaa war u haya yacni haddii gabal haddii aad galab gaadho ha ku tashana inuu waagu beri hayo u shaqaysa galabka aad joogto nimaan beri gaadhaynin niman waa u beryaynin ahaan ku talagal una dhaqan وإذا أصبحت دواء كوبري كوبري إله غارسيانا فلا تنتظرها كورن المساء بري غلبتين غاريس إن غلبايسن هذا كوربا لوغو سوبودي كرا ودقن وين نسكا هوري مالينك جوقتو نيمان غلبتا غارينو قبل ودعينين وخذ من صحتك لمرضك وخذ قاض من صحتك فيوبيد هذا ما كد بد قبتد فيوداي كصاي قاضو عمل وناكسن وصالح الله يمو لمرضك حنون كذا أصي قادو أكذا حنون سوتو عمر بن لبي من كرتيد وطاق تضع سكيران تبرت يران وحول باكو وعري ريمي ونا تمرت ودم باكات تجي بل وحلاج من حنون كتو كوبتو أدق تميل للرجعي وعنوف تلقى قاضي ودقسيد وجه سفول عن سكعين كور لقى ببين لقى طوري وعنوف تسكتري كرين أن كذا السحر ملجين كرين وعيش بالقليس بيأف لو تيجي لو دبعيه بل مركه لو ودعي رونته مكد انت فراش لا قاده ما سو بيي لا غليو ان بشمه لو مريا لا يابا حتى جيدينك كو استاغو اي كو قلاشو تبر ودان كا تاكتو مركه انت فيوده دغدغيسو سايقا ونبي كو يي ابن عبد يي ورن جري ابن عمر ومن حياتك انت النوش هي سايقا وكسا اللي موتك غيريده لما كلا دنت عملك واي سخر هيا وا دمان اذا ما تبنى ادم انقطع عمل الا من ثلاث وانيق سو مري intaad nooshay marka shaqeyso sahay qaado kaydka aakhara wax dhigo xisaab culus xareyso aad u baxsato rawahu al-bukhari wa anhu ali ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala subhanahu wa ta'ala ma haqqu mar'in muslimin ay laysa haqqu mar'in muslimin ma wa ti bimaana laysa ahid ما حق امرئ مسلم ليس حق امرئ مسلم روح مسلم حقي سماها مسلم كاس له شيء يوصي فيه روح مسلم قر او ملاوي من قبطه من روح مسلم كا مسلم كاس له شيء وحون وهذه وفي روايه له مال مال لهنتي وعدنا لك شيء كاس يوصي فيه قدر دار مايو شيء دردار ما يو إن لا شيء أو لا حقبا يبيت أم باقام بيدا ولا قدر أن يبيت إنه بري أم بنانا منع ليلة لبهبين إلا وصيتهم مكتوبة عنده وحير دردار أنتو أما حلي مسودك وهي هدو جرو حق أمريدك منع في عناد المسلم تا إن أتبردو لبهبين لبهبين وإسكا غايو وقت هبين الله كردو هل هبين أتبرد ما أهوي والتوكيد ليلتين التحديد معها صار ابن عمر با كفهم دوين ان تحديد اين وفرسو وحير اهدي الدنيا اديك انت هذا كجرت اما حل اسلامات يا مسؤوليه ما بنانا ان اضبرد هل هبين اظن دردارك هذه قري الا وصيه دردارك كيسي مكتوبه اي قرنت عند وقتيس انه بري ما ايدون قري دردارا ان قري ان اضبرد لا هبين ما هبين ما بنانا وكما في عقنا امريد متفق عليه واللفظ للبخاري عفوا هذا لفظ البخاري لفظ البخاري هو وفي رواية لمسلم رواية مسلم أولى وحاكتمت أن يبيت أن يبيت يبيت ثلاثة برية هي سد حبين سد حبين أي نوائز كتوكيد قال ابن عمر وحول وفر تنسسو أو نقمي ما مرت علي إما صومر ليلة هل هبين صدح لا سقاوري لابد أن سقاوري محوكا فهمي غاية اللغة شيدا هل قبسي التحديد يبقى آمن معه ومعناه ذو ما هل هبين وادبري كرتا دردارا لان لا هبين وادبري كرتا دردارا لان ما ايوا ما هي هل هبين ادبري ذو ما وانا اكسنو اظن دردارا كدو قري ما هذا دردارا لو قريا لا بعيلو مد كوبد حقوق الناس حق الناس بالا سوغيا وعهد استيثاق مد الله صدح لبادي وحاوي وان حسوته اخر لو حسوسيو هوا غابسته كتل غشو ودي غيري حسوته ملك الموت مر ولو مكه دردارك هذا قران يحيى ومدح كوغو جيرو يا صندوقه او وخ كوغو سو كردو واد كو قوري واد كو كردين وخ كوغو قرا دد بخيسه واد بدلي نين زياره تاع اخر كو حساب تميه هدي غور ان قبل لغا سين كرو مانكا كو هيا اخر او تيلا دغنايه الدنيا كساي قادانايه لكن سو قرر فله هبل ليبي
dhowr akoonba wax oga far aqooni lama yaqaano hantiba ma meeshaa ku tagtay yaa ka warqaba bug wax ku qoray ma laha mushkilo weeye nin baan hadda ka hor bilbaab laga jawaarmaya shacbaan dhex yareed baran ba layidhi yaa ku ura dardaaranka nin baa laga sheegay dhintay oo hanti badan uu lahaa ay dhuntay akoomihiisa ku fakadeen markaasaan kuli hebelow adiguna intaa kugu dhicine akoomahaada iyo baasaweedhadaa iyo howlahaasoo dhanba islaanta iyo walaalahaa iyo waalidka iyo wax u shagsheen xuru sheekha dambil dambi sii joogo akoomahaas oo aan dhiiba dhib baa ka imanaya sirahigo dhan baa baxaay wax badan baa kharirmaaya bas waxaan ku ur waxaad yeeshaa buug sanduuq guri oo kugu xidhan ku qor akoomada iyo waxyaabahaas lambarahaas oo dhan sirahada ku qor si hadhow markay qalab tiraado buuggii loogu baxsado hantidii loo raadiyay galagaala ku tagaysa dib dumaa la arkay maantida ayadaa marka intaad akoon akoon ku haysaan iyo baasaboor ku haysaan ed wax qarsanaysa isla duduubaysaan yaana kamala kuntu ka farxasho xuquuqu nnaasi iyo xaqu lislaam baa idan dhumin iska ilaaliya dardaaranku waa inuu qoraado sidaasay salafku anagii ku soo maray iyadoo faahfaahsan camalu salaf bihada alxadiid iyo aathaarta ku saabsan baabka kitaab aladal mufrad baynu ku soo maray bug weyn baa kuu qoran maftuuxa shayga aad dardaarantay haddii wax iska kaa bedelo intaad noosha ama aad bixiso ama u baaba'aba waxaa weeye waad bedeli waad kordhini taariikhda baad raacinaysa aada kordhisay eed bedeshay baad ku qori waadna feermay xalay baad cimrigaadu iska dheeraado inaad labaatan goor dardaaranka wax ka bedesho waxna ku darto laakiin wax kuu diyaarsan weeye badankeen waan iska warqabnaa soomaaliya wax dardaar inoo qoran ma jiro xabaal inoo qodan ma jiro kafan meel idoon yaalla ma jiro nin wal maalinka la qabto arkaaya kafan kuma talagalo ma dardaaranno xabaal ma qodanno maxaa yeelay waaban soconnaaba meel aan tegi doono warbooma hayno qaxooti baanna nin walba waa xawulan yahay nin walba waa socdaa baashu sidaa way ka culus tahay lagu talagalo hawsha aakharo wuxuu yihi saxaabigu maa marad calaya laylatun habeen weligay ama soo marin mindu samictu rasuul allah intii aana maqay rasuulka ilaahi oo qaala daalika sidaa yidhi ilaa wa cindii wasiyati hal habeen ama soo marin intuu nabigu xadiidkaa yidhi saanay amray habeen ima soo marin aysan dardaarankaygu qorayn buuri dardaaranka uusan ii oolin ima soo marin sidaa inaad ugu dhaqantaan baa la doonaya oo nin walba uu diyaargarooba وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما قال وحول نبي قال وحول صحابي عفوا خط النبي نبي قال شيحي خطوطا حريتشمو دور حريتشمو نبي صاحب شيحي خط خطوطا فقال صبن وحولي هذا الامل خط كان دير مارك ثاني ساء وشيحي وحريقي وهودي ادمها بن ادم هودي هانكيزي لبكم الى اثنين ستة وحسن صمين دونا لبكم افرتان صمين دونا 2030 saasan yeeli doonaa isku filashan gaari doonaa sanad soo socdaan guursan doonaa kadibna saasan yeeli doonaa waa hawo hadal waa hawadi ka iska foofay wa hada kan ka sokeeyay ee hawada ka sokeeyana ajal hawadkiisii geeridi way fa baynama hilli huwa asaw kadalika sidaa uu ku sugan yahay malku mawdna uu gaadahay iyo wad هوديسنا مقنت هاي اذا جاء الخط الاقرب وحايمت سكدا كيمت خط كي سوكيهي لين كي سوكيهي ايا امانيا وحا داي وخ كسوكيهي وي هاش وي وان قلتاغي لان ميل شلقوتيه شيب كسوبوداي لاعيداي وخ كفكن هادانتي كفكنيس سعو انتو بي قركي سين ما دو بركا اوسكا لاعب ودينكاسا وخا لافكن دخلكي بو كفكن يا حسب دليه aws geeriyad baa la yiraahdaa waxbu malgaa sadulee la qabo 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 baad ku tagaysaa walaa sumaydaar intee dheen waxaan radeynaa dahab iyo mir kuli baan radeynaa waashay oo la way meel ka baxay wa hawo iyo hanuwe wa amal khatta nabigu wuxuu jeexay annabiyo khutuudan xariijimo saa u jeexay mid dheer oo saasa iyo mid uu nabigu sidaa inuu soo dhexgeliyay kaga dheeraa xadiidka cabdullahi bin mas'uud baa sharxi doonaa insha allahu tacaala wa al-am faqala huri hada al-amal khadka dheere ka baxay hawada ka baxay ee garaangirti ka dhax baxay ama afargeyska ka baxay
وهودي يهنكي بن آدم هو كفكري وهذا أجله كنوى قريسي وتكيس وكسوكي فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط إذ جاءه حيم سبع الخط الأقرب حريجنتي السوكي يا طبعاً كسوق كل عيا ومرة كبحيني ودك هذا وكبو حيرين أجل كوا كبو حيرين قام بعقد وحن هودي يهنك بحي وهول الجول الجوين هي وهذا وقت كل شيء دام الجول الجوين راول البخاري البخاري واحد كاوري هلا سواها وقاب صدوي آخر على جو حساب تمه إله الله النقطة هلا طوبت كينو جيري ذا أنا هدي أكور هلا في الشو وعاني من سعد رضي الله تعالى عن قال حول السحابقة خط النبي النبي قال وحول شيء خطا شيء خطوط مربع أفرجيسة مربع عند العرب ذي الأسكيد لاقوا مت كيدك أو تقانا مربع نوال إلى هذا مستطيل كليدي قاعد يجي تنوال إلى هذا أفرجيس هي الليدي هذا ميز كان أنك يهري على و مربع عند العرب قل إيه هندسة حسابات كان عويق أن نكون كلام مستطيل ليدي بيدها أفر ترى عدد سمينهم بمربع ليدي هذا هذا اللي بس سمينهم لبنا سمينهم مستطيل بالي هذا هذا لبنا دور إسلام لا بد أن نويس ليه در يا بلع در كيس واسدا بلع يسون واسدا بلع يا در هذا شيء إسلام ومربع عند أهل الاستلاح أهل الهندسة والرياضيات وذكرنا زميلتها كانوا كله يمد كافرجيس كابا ومربع مركز الصورة يسمى مركز خط كان نبي يقول شيء حي سيدنا واتقدي كرتا أفرجيس ما نواتقدي كرتا وريج أفرت الجهة حتقدر جيسا خط كادير سيدا أفرت الجيسا وحقدر والأجل أجلش يودكوي خط كهل كقصة وشحنة دير كبح هاي جران قرتن كبح هاي بنان كتالين وحط كده يسا هودي ماشي نضحى وح كنت جرنا وام حي وابن آدم كي إنسان كي هل كان وح كسر وشيح مركب فلارو أما حقنا كشي حدا دونت خط كهل كتقبل له ذي انت تشي حدا تقبل حسين ميس كي بنان كوب حسين وحلي هذاي قيبت جودها كجرتنا وإنسانك أنت بناك أوب حدينا وهوديسي هي هنكيس فلا رأي كوسو جيزن وعوردي تي بيدي كان عادي جاسكي دي كركي ملا حرونكي إيش وقبت وحدة كليت شري يا كورونا فايز إلا والله رب ما ضاي وح أسوي فلا رأي فلا رأي لو بدع كي إيماني أما حق كي إيماني أما حق كي إيماني كل وعوردا روح لورد إنتي تدك الصبابه تدك الصبابوي وحاب بحسن وهاودي لكن مع انسان كحيرا ودي عجل خدود صنع بالوجه سوين وح فانسي وعين فانسي خطا النبي نبو حوجه خطا خط بو شي حي يعني حريتين بو سميي مربعا افرجيسه ما يشوف فدي يعرض النبي وانتو السمي يوسدا وشي اصلا السمي افرتيسي جيس امو كاديري دبملا وخط وحوش حريقي خطا اخر خط لباد بوشي في الوسط برتنكو كتشي جران قرتي ورجي افرت جيس اي اي نبي وكدح تشي خط كلي حريتين بوذي خارجا كبحسن منهم من الخط المربعي خط كور افر جيس كدح بحي وهودي سيئه هي املك وخط وحوش النبي وكتشي حي مركز الدحاب خططا صغارا ليمن يرير فلاري نبي وسوتشي حقيقي سوتشي إلى هذا الذي في الوسط خط كديراء النبي وشيح أحلى كتشري أي كسو جدي فلاري كسو جدي من جانبيه لما دعب كسو جدي خط كمربع أبو حق يو نبي يكسو جدي فلارو حق يا حق حق النبي كسو جدي مركب دن كان فلارا كقصو دعي خط كده حذاها دن كان فلارا كقصو دعي خط كده حذا كتشري الذي في الوسط مثل كبرتن كتشري لو يسرع يا فلارا كسر الشيطان فلارا وحكي من أيان خط كديرا يا فرجيس كا نعيديس اللي أجشوا وحيله ذا هي سهم ما كهر ريا ودكم حوله سهم ما كهر ريا سهم بوليا مر تي بيبا لغوص ودري مروح على صدري هرقب مروح على صدري كورونا فيروس مروح على صدري ديكر سنكر مدحنون مجرم بقود على ولا مسك عفلو خبا أما جيم ما حكاها يو بلايا اللي شيء أنت أصلا نبر كأضم بيا كوفر يسوي أجهزة كوكش
inaad fahantid baro maray marka adna warma haysidba inta safalaada ku gaadahay ajal baa kugu xeeran oo kugu wareegsan hawadaadina waxay daaqaysaa New York ba joogtaaba qorba uma haysid nabiga markii noo sharxay faqaala subhanahu wuxuu yidhi macaanida sharciga oo lagu xadeeyo weeye bi suwarin wa axkaamin maxsuusa tawdixu lmacaani aw almacquulaati bilmaxsuusaat baa loo yaqaana waa macalinka ugu xariibsan macalimiinta macalinka sidaa yeela intuu shayga sharxo fikrigii kuu fahansiiyo haddana mithal cad oo waadixa kaa siiyo oo maxsuus ah oo la arki karo isha qaban kara maxsuus maxaa leedaa waxa la maqlo ama la arko ama la taaban karo maantu dhahdaan fikir kaala hadlo iyo dhacdooyin kaala hadlo wax ku fahansiiyo isku dayo inaan kobciyo maskaxdaada oon koriyo xaggana adabiin tahay inaan sawiro kuu qaato wax kuu xariiqan lagu dhaqaajin maayo marka nabigu wuxuu isku dayay calayhi salaatu wasalaam macanihii uu kala hadlayay saxaabada inuu ku tuso sawir uu ku tuso nabigu wuxuu yidhi faqaala haadaa midkan aan ka jeexay halkaa ee dheerka aan u jeexay alinsaanu waa aadamihi wa haadaa midkan ku xeeran afargeeska ah khadkan afargeeska iyo garaangirtan aan wareejiyeyna ajaluhu waa wadkiisii oo muxiitan bi hareereeyey khadkan uu hareereeyey haddii hareerahoo ka maray oo amaso nabi wuxuu yidhi qad axaata bihi waa koobay oo waa hareereeyey wa haada aladii huwa khaarijun midkan ka baxsan linka dheeree ka baxay afargeeska ka dhex baxayna amaluhu waa hawadiisii iyo hankiisii wuxuu taabanay wuxuu ku taamahay wa haadii alkhudadu asigaar laymankan yararka falaadhahan yararka ana alacraadu waa aafooyinkii masaa'ibki xanuunadii weeye jamcalad waa xanuunka usoo baxaya kolba xanuun baa ku qaban waa lagu sii dayn haddana waa lagu qaban waa lagu sii dayn intaasoo dhan rabbi wuxuu kuu qabanaya addoonkaadu ha isxusuusto ha isgarto reehiiraanba waxay dhahaan ilaahu laqaboo la sii day ma maqasheen ilaahu laqaboo la sii day laqaboo na sii daa yacni intaan naqca majuusi ilaahu na sii daa naftaan naga geynay ruuxu addoonka markuu xanuunsado wuu isgaranaya ilaahayo maantaantaad ya kiciso hebel xoolihiisi waan siin heblana waxeeda waan siinhaya agoonta waxeeda meel baan saari deymaha waan iska bixin salaada waan toosin calaacal iyo ballanqaad baa kaa dhammaan intaad qanaysan tahay intaan qandhada ku hayso maalinka lagu sii daayana firdig keeshalayba ma tihid soma taqaana soomaali biniaadan idabdaradiis hadda haddii lagu xoogo intii lagu qabto isbitaal lagu dhigo hawada way soo gaaban dadka ku hawoonay guri aan dhisayna iyo hawlahaas hadla yaabi halis weeye hooya waxay iga sheekaysay allah barakeeye duqii aabbahay markuu dhimanayo ay tiri asagoo dhimanayaan yaan yuu yidhi shaah isii markaasaan bekeeri usoo dhaqoon dhimay shaah ugu shubo anigoo bekeeriga hayoon shaah weli ku shubin ayaa hal la jeclaa oo reerku jeclaabaa loo sheegay geerida heblaa dhimataa la yidhi hooyo intay isku naxday waxay iga fakaday tiri bekeerigii wuxuu ku dhacay dhardhaarkii buu jabay duqintu saa ii firi yuu yidhi bay hawo badnidaa gabadh yahay hawo badnidaa hal camal la odhan jiray baa dhimato reerku jeclaa marka tii bay duqdu ka naxday isagu waa soo hoogaabsaday haddii allah u naxariistay isagu waa soo hoogaabsaday geela dhimanhaya iyo maamada naxaysa wuu la yaaban yahayba aadamuhu markii geeridu ku timaado uu xanuunsado waxaan oo dhan wuu dhigayaa waxaan oo dhan wuu dhigayaa taada unbaa ku qosaysa reer baa rogmaday iyo reebel baa soo duulay iyo geel baa dhurwaadhay dhameeyey iyo libaax baa eber ka dhiga iyo inta sii noola iyagay u taallaa allahuma nafsi baad gaadhi waad hawo dhigi waad tiro dhigi waad is uruurini wixii aad samaysay maalinkii aad hana qaaday ilaa yowmina hada baad xusuusani xadgudubkaadi fadalladaadii baad xusuusani waad soo hawagaabsani idan waxaa la ogyahay wey marka hadda intaad aad fayowdihiin ee dad qabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laga xishoodo ilaahay laga xishoodo wa hadii alkhudad asigaar laymanka yararka ee soo jeedan alcaraadu waa dhibaatooyinkii xanuunadii dhaawacaya aadamaha ama dhibaateynaya fa in akhtau haada xanuunkan hadduu gafo uu ka kaco nahashahu waxaa cantuugi haada xanuunkan kale nahashuga asalkiisa waxaa la yidhahdaa waxyaabaha micda lamarkay ku sayraa ee sunta leh
abeesada iyo abriska iyo maska iyo waxba noocaasay micla suntan amaka ruuxa saydaan iyo nahshiga la yidhaahda nahsiga hadii siin laga dhigada waxay dugaagan kale markuu ku cantuuga ama ku qabto ku goostaa layada ama ku feentay micyaha ama ilkaha fido lagu qabto فإن أخطأوا هذا كان هدوك فوت كبد بادو إن كان أدمته نهشه وحا عن توقي أما الصير هذا حنون كان كله وإن أخطأوا هذا كان هدوك فوت سيرينا نهشه هذا ككلان سيريني من كتيب أدمه ويحو أدمه هيا ماذا حنون يمنى مسكح فرد ما قعدون هالغوش يقول تنوعة الأسباب وداء واحد رواه البخاري وهذه بوري صورته خط النبي محمد شيخ صورته أي كيفيته قاب في الله شيخ وكا اسكو كتاب دايو ناية دواء رانتان خط كاسي أفرقز كا والإنسان عفوا والأجل سمار موجودة اسكو كتاب بانا زوما مد كان ساقور يكسان دير وامحي وأجشي oon marraba aadan ka baxaynin khadka halka laga jeexay saal halka la geeyayna waa bini aadamki insaanki qaybta banaanka u baxdayna waa hawadi iyo amalkaadii iyo diiladaadii falaalahan xagga u soo socdana waa khudud yar ee nabigu soo jeexay halka in laga jeexay ahayd laba dhinacba laga jeexo halkaana in laga jeexay ahayd falaalahan labada ka imanayaana waa maxay waa sahanka uu dirsanayo xawna yararka uu dirsanayay خط كان كوه رجسنا أجشة مركز صور كاساني هذي يدكان إذن أنت وافان سيوي هو ده دو ماشي هابان يسيت توكتيو ود كادو اسمه أجوي إعاد إعاد هل السؤال اليوم وعن أبي رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حول عليه الصلاة والسلام وين صوم الحديث كان حديث كيس سعاشين صدح حد من قصة مرة حديث كان يحكم كيسة يولدي ضعيف يي وحكة شيء يعني هالقصان كذا سؤال الله ينو حسن يعني بادروا بالأعمال سبعا أعماشا أعماشا صالحة تضبح حنون كلا دق دق بادروا بالأعمال الصالحة سبعا تضبح آفو وأعماشا إن كور استاج دون تو دين دون دين تو وحي خير يرين دون تا أنت يسن إيمان هذا وقت يقطع ما أدي عملك صالحة بابا ولا دق دق أبط صدوا هل تنتظر مكورونا إذن إلا فقرا منسيا إلا فقرا فقير نمو صوال نمو منسيا كهل منسيا قبل نمو ضد نمو عملك صالحة خير كهل منسيا فقير فقر متقع مركعة هاي عمل بنا صالح لما يمكن كرتيد هولها تجدين كي وحير عوا كعد قشات كت وقت دير كاقاضا ستكوه الليل إذ كو حسين عرطة بيل كودي أديك النولا الشادي يا وقت بدن كاقادا قرآن آخر سفر بدن صدقة فر بدن صلاة الليل فر بدن عمل خير ومدى أوقب وطوب بدن متشريو حايا لي وحاط لقمة العيش بالله دقال لميس هل تنتظر مكورونا إذا إلا فقرا صبوا لمي فقير منسيا إذن هلمانسي عمل كصالحة قوم نمدى كاتكسية حشوتك كاقادا وعوري ما دوي هذا منا كبضن warintu sanay man fagriga asaga id maanta gacanta wax ku haysaan ilaahay ka xishoodo wax la buxo aakhara wax geysta way aw ama saghinan tanadiyo dontonimo mudriyan ku kibriyo oo batran ka dhiga waxa iman karto way xilli inta adduunka ka boota al kibirto oo wax ismoodo oo barra batraanto oo mayacdo oo aqligu ka tago oo rag adan qiimeynin oo ilaahay ka xishoonin إذن حوله ضدك وآفية قد يربى إلهي كبد بادية والوآف وبا ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض أو غنى هذا انتنما مضغيا كبريا روحا كبر مرضو كبرك وقالي إسلوين يبردود أن وحد كتك يساوي عمل كصالح حد كتك يسا وأسهل ما ميسا كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى إذن هذا اسكو في العشاد دارينتو وحا قلبي هذا الشيطان قلنا يا حتى ربي واتكم مرة انتابه كله ايش كيف بدا وحكا له كبر وكو أبوري وكو أفوفا هيا بنا آدم كحرمين ميسد قدرين ميسد ما قيمين ميسد نحريستا كاتكي سنكتكو سعوتا إذن غنها سنو آفك له وعذر كلو إيمان أيو ضاعدي كاور استاقي
أو مثلا مرضا وحنون وحن كيما تويسان مفسدا باباشا أودين حقن مرقن حالتين أو مرضا حنون مفسدا فسادي وبابية مسكح هذه هذا العقل لو فكري كرتا ومضى حقبا كرتا حق بالله لو بحسن كرا حق هذه حبال بتقودي مسكين بتعاوني مت بتقادي عيدي جو تقويده هوري حق أيه يحنيا من الله ما كايت صدو هذا ليكم واحد بوال دورات كنت واحد بوال إلالية لأنه حوج صدول إذا ما يسكت ما قا وروح سوقه وما رقاقر وما قانقر وهكذا بإبر تكان نقضه لله ما بقول عيبه هذا روحان كل جاء كوك بيات كوب البلقين كعندها عماد كوب قادينين حوج مركب حوج ترى هذا حني بيسئد كيدنا يسئد وما ذا كحس تيسي أما مركب حوج أيه حنيها من الله ما كيس حنيها معناه كودا الله ما كيس هذا فسر ما رمضان بالوجرة قيب تورم من كدينية قيب تورم من كدينية وحيابها نوردن وحوي أمضى قصدا قيس توي أو أمضى وحتر أو مرضا حنون مفسدا فسادي أود مسكحي مدة مروقين مدة وحقبات وحول بفسادنية أرك تدرو عنه كله أصاب بها إلا عاوي إلا قرب استعب صاب بها إلا وهيليه ضريح الفراش بنقونا يا جوجش هاسو لمعان نقونا اسم الروي كرو اسم قال كرو وحرام مش هيجان كرو إنه بالقصير يا إذن أو مرضا مفسدا للقوة للقوة أو مسهرا من جبو وحن كيم يتوجي سن جبو مفندا بايقر لكن مفندا باكفيعا من أفند الرجل مفندا أو هرا من جبو وحن كيم يتوجي سن مفندا كو أنت تبيه أنت تبقى دجا فنادك أسألك سؤالك بعض الكبين تاء روح مكو عن تتبو وعقلك تتبو واسكدر در مذو حكوها الله يا عن تربقش هذا كيس مرتملها وحمعان لا شيء مايو سي عرضت بس كها لاقية هذا الكنترولان تاء عقلك ذم الزامية ومضى وحتري كرتا وحشي كرتا هذا الكلام مرتي مدى الدليل أي وأقدم به الدي أذقبه ودور عن تتبتو هذا الكلام معانا ما لا تنقل ما أنت زي عرضتي إذن مركز هل يا قادم مكلف متى هذا محام إيش يال ورأنت مسكحين وشقين يصير حق وشقين يا عقلون وشقين يا أمضى واحترى وآخره وحجيزته إلى كعب صلا وعقلك وحكبرته ودينك كبرته إلى وجوه لي يدينك أو هرما جبو مفندا إذا أنت تبية أساس قدن كرده أرض العمر هو أو مثلا موت جري وحكيم تويسان مجهزا إذا تدشيا مجهزا ببعض نص قرية إنه خطأ قل يا تأويليه مفند كي مجهز كبا أقل بحياء لكن وشرح لك مثلا لكن لابد إن لا تخفيفية أصح يا أفصح أو موت من جريح وحيما تويسان مجهزا إذا تدشيا أجهز على الجريح ممكن روح الضوء ترى الله إذا هذا روح النفط بقى كترقى يصير مركب كل كله بقى مركب ما نفط بقى بوديس ورود دربان نفط إذا كقى أو حكوا إذا كجوية وحن ما توجي سنة نن نول محسو جا جيري هذا عمل كصالح الله ما إيمان إنسان ما جيري بتوجي سوي ما توجي سان يلا توجي سان ورعمل كصالح ما أنت قبان كرتو دي بها أول دين فقر بقى سوجا يا خطرة كبر بقى إيمان كرا ي هنتك مشغول سوق مشغول سان حنون كباب بقية جابوا ك عن تتب كاردجا إيوه ودي سرك بكاجو يحكوا كادريبيه مركو حاط صور هيبي العمل كصالح دي بقول لك محيط يا النبي يقول عليه الصلاه والسلام او الدجال مش الدجال بتوجس مو حان دجال كان بتوجس محل عمل كو تشيليسان او دي بقول دغيسان فشر فهو دجال شر غائب ينتظر وحما قالوا للسوق كاخير درنا وحن وي احد ما وحما قالوا للسوق وصو صوده ودجال كحن ما جرو أو الساعة مقيامي آخرة توجزا فالساعة أدهى من الدجال وأمر فالساعة قيام ذا أدهى كور ربضا وأمر كخراد وحول بالله صور شيء ده قيامه وهو شيء ده وهو الأرقيم ما هات وحبنا آدم أرقيم ما نقريم عنه أنت نفط قبطلي لي ورتو أشهادة لي ولقي بطنه كلام ماري محنا أشهادة دورنتي ولي فاد برنامج اسكبر دو دم جيري ميلو اسكمر جيري قنداير بو ارك جيري حقوق ككو
حكودي بقى نفتي بقى قالك هذا سوء استكت هبل وتحذال إذا أشهد أن تنو كلا ولي ماري محنت وحذابه يعني قيامه هذيه اعتماد وحده ولو كلا تجاهي شك شك هذا وإذا ما نزا قال إسهل ما بيا إلهي بقى شكيه وترى الناس سكارى وهم بسكارى سكارى ولكن عذاب الله شديد رواه الترمذي وقال حديث حسن إلهي سبحانه وتعالى سؤال آخر نفض عمل صاحن ورزقه وعن عن ابن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر نبي قبضي يقول من ذكر هادم اللذات هادم دال نوال آخرية مهم لا ذال معجم نوال آخرية هدان هادم دهن ودمي وحوح الدمي هادم قوي هادم هدي وذال معجم الآخرية وقوي وقطعي لو هذا معنى كيلي وهذا وحير رجحان الدال المهملة نمنا وحي رجحان الذال المعجمة ذلك الرواية كبذيين ذلك الرواية كبذيين أكثر نبي كبذي يقولي ذكر هذه من لذات من معانك كقوية فردد واتقيسا نعف قول رمي ماهي عرف قول رمي ماهي نفط هذا الكاتمات وودك قبط هذا معان مجروي هذه من لذات أي قاطع اللذات معانك الدنيا كي قويني شيخ شيخ دي سبضية شيخ ما كاتش الشيخ ما تكرر في اللسان تقرر في القلب بالي لده عرب كذا وحي كسو نغنغ ده قلبك الدقاء قلبك كبية لغا هيا مركز انبدا قيري دي ودك الشيخ تو كشيخ يسو وحو سامين قلبك هذا ما انك هذا مسكح له وحاق الضومي واقدم بحصوص شد قيري دي أجاشا إنا أتلا ديكتو إنا أتلا قشو إنا تكور هايسو ساسو صبر أولي هاي بادية شك شك جدا. أكثر بادية من ذكر هادي من لذات مع معانك كالدمية أمقوية بادية يعني الموت من نبي أجيدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غير أجيدا حديث حسن رواية ابن حبان وحي قدرت معنا وناكسا وأها أكثر ذكر هادي من لذات ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه وهذا هذا قيام النووي نبي عليه الصلاة والسلام بناء آدم لبعث كتر محسوس تجيري ود عجيب لبعث كتر تبع كربا قاي زبا جيري ود هذا سنة بمحسوس تو عجيب لبعث كتر تواسع بالنقانية واسع بالنقانية لأنه جيري ده وحكد ما كان حسوس طول ما أنك مسكح للجلسه لبك كهياك ورف وضاني ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعة ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه هذا مرقانسا أو بيتم هيو بردو دم يضماش هذا أو يسكو كاسارا تبعير تجوكلي ذا هاي وحكا مغني هدي لغا شك يجيري يود آخران الحسوس طول الله كعب سطو هاو شو يكو خرانيسا وأنا صوب صومر السحابة دورة وأفرو واي وما تظن صومر أماكي أي حسوس تاني في صومر السحابة دي كلا صومر إني عظم أنت الله يست كورن جيره تد حسوته جيره ده وحم معانا ويكون خرارين هي شيء خراري يكون جرتنا معاني يفضي بك هذا ليس لأنه جيره وحل بقدرا وساعة أدها وأمر لكن وين وين لفظها وش أيضاً وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يوحوها إذا ذهب مركوطه ثلث الليل رواية الترمذي جامع ثلث الليل حديثكم الترمذي أوري شيخ مؤترم دونا ما قال إذا ذهب هضوطه ثلث الليل أي ثلث الليل هبين كان لبيسا لبها ضيتك صدح ميرود لبها ضيتك عفوا ثلث الليل استحمل الله بمرك يتكتو ونسك دنبال لك جارو قام النبي واستاق جري فقال وحورن جري يا أيها الناس ضلوا اذكروا الله إلهي حصوصة إلهي كحشوضة الله كبقى جاءت الراجفة راجفة الراجفة وقلقشو من قلوب تقلقشة اي أدوية تقلقشة اي بورها الروح اي ربع سكو درتا وأسعقة الأولى النفقة الأولى تلو رنجري جاد وحاتمد الراجفة قيامة يصعد قيامة وحق الكليسي قلب ابن آدم روحي سيباتمد
تتبعه حار راعيسة الرادفة تيفان جليسي كحكتي ومحي الأولى النفخة الأولى والثانية نفخة الصعق هي نفخة القيام وحاول حيا أفرتن صنع حديث ذي الشيخين أفرتن صنع حيلا ونحيس نفخة الكوبات هي تلبات وحاول حيا أفرتن صنع جاءت الراجفة قلقشة التمت تتبعه وحاد وجهه اكتون كردين با الرادفة تي أيضا الراعي سيفان قلي سيد دبتش وقتوه وفرطن سنة قدم بيس جاء الموت قيري ودبات ميت يا يمد بما فيه مع ما فيه من الأهوال والأشخاء سكرت الموت كيسي حسابتي سي قيامتي سي موقفك ودكو هده الدين ونفتو إكابع لسيك هده وحبين أقول الله وحبات دبيا العلوس وامرك هابينك صدح ميرو الله بقوطك ونسك دنبال لقارو سيدير سع أما الله بضع لبضي يوحي قدم بي نمسو يقان إلى صلاة الصبح ينبغ سيدا أورنشري جاء الموت ما في بنوك علم قريبا تيميدو إنهيس إنتان لقارين بالراجفة يهرادف من دبال لقارين ودبا بنو البهاية وخاصة الراجفة والرادفة هو عام أذوق اقتادي بابا كويسو هذا ينفتو كابي حكرته بما فيه مع ما فيه من الأهوال والأمور العظام الرموة وين يا مشغول يا هولي سوطا إذا هوش أمركو أبيت أركي هوش عليس كذا يقول الله عملك أقيم بدل إنه ما نك كوب حسن كرادي يا كوشة يا يقدر يسوي سوا صوب بندقاي ما بيقول هو صحي حديثنا قيب تروح حلو الدليل شذا علوم هذه الذاكرات السمين جريبة الدليل شذا بل ذاكرات اللي تجمع قرنيس نما وحاجر ودادو مؤدنين تفي في عنو تولين كنهاره يواجه أرتق مريض أنت مهابيد صباحين ما قرن إنسان هولا ما ضم عزته مؤدين رواقات رعاء ونضد كوانيو هرد أيوه بسانتي هولا دل دله أو جريدة ذك حسوسية أو قيامة حسوسية أو هرد ذك قدرة أذان ما هذا أو شاس إذا النبي حضر مسوقع نستبه بينه يلا الله يا يا أيها الناس نبي وذاكريات بوضابي جديد والرأي معقولة والحق يقال متى من زمان وذا دو الدليل الشديد آذان كان يوحى للراعية التي ديها موين حسوسين تذكر الحسين التوسين أيه ويفي عن طاي نبي قال سمي خاصة يسع عام أبو سمي نبي قال لقضي دوي أنه ملبن كقدر أن آذان كبتعوي لمرة أولاها يا نسو خلدين أذانك على مرة عنك الصحوي لكن تذكيرك كهر الرئيس ذاكرات الأورنج لأمضى آخر الحسن ترى ويفي عن تايد ابن أمالها أيضا سيدات هاي وذا دي دواء بدعواج تأو السلف يخلق باله هو هابيض آبوه ويترتا لكن مسألة فقهية فرعية أدي الله خاصة للود اللي شدو هدي مساد على رتوش على غصة مين وحبها قوان صني وحبها قولات دقاء الله بي بيسك للجه رأيي أمال السريسين بيكامت هاي فرت للوحة يا عمل الدين يبي كمل تاي هوله قنوت كا يقنوت لأنتم بين لم تاي مسائل كفرع يركا آت في رجاره الله يشوف مركا روح الله إن كروا يا عمدات كل الود يدي وإن آت لو غفر صل مصلحة كإيمان كرت مسدد آت الله قيمة يو قلت وحن يا رسول رسولك الله يو إني أنا أكثر الصلاة عليك إن أنا كقص اليوم بديا إني أكثر الصلاة علي إنا كقص ليام بادي النبي علوك أدب كقص ليا الصلاة هنا نبي ونبي حذوان كأمانة ونكد عياو فكم أجعل لك محاكوية له من صلاة الدعائي دعائي النبي الله انتين كاسي يا أبو سحابي أبي فقال النبي حلو ما شئت أنت دون تقص لي إن الدعائي قلت معاني الربع أفر ملون مال صدح أنا دعائي ثانية هؤلاء هي قن قلنا يا ربع النبي الله أفر بانكوسينية روح بانكوس أفر ميلون ميل بانكوس زينية قال نبي حلو ما أشين تأنت أضون تكردي فإن زدت هداد كرديسوت أفر تك كرديسو ربع فهو خير لك وصاصا كو خير بدا أفر ميلون ميل بانكوس زينية هذا يكو خصيصا لكن إن أتكبر إسا كو خير بدا قلت حاني فالنصف كالبر نبي الله كنتن أنا قادم كنتن أديك كود عيني كنتن لفايق ندو عيسنية كنتن أديك أما الله بي هل يهل قال نبي حرم ما شدت أنت دون يوصل لي فإن زدت أنت كقر إذا نسك
ayaa fahwa qabla ka dhigo qayb ku wanaagsan qultu hada fathuluthayn sadax meelo laba nabe loo kusiinayo ku duceynayaan ugu salinaya hal aan aan ku caliyo qubahay naftayda u duceynaya iyo reerkayga carruurtayda iyo hawlayga qaaska qaala subhuuri maashita inta doonto adu ka dhigo fa in zidta hadad kordhisaana fahwa qabla ka dhigo khayr badan inaad inta hore sheegtay thuluthanka ku gaabsato إذا هذه ثلثان دي لسوء دعا فحولي سيدنا كعب وبي وحولي أجعو لك صلاتي كلها النبي الله مبارك دعا دعا بعضان كسين النبي الله هذا من دعا ما أقول دعا يسيني هذا نكون دعيني أجعو لك وحن كوي إلي صلاتي دعا دعا أمانت دعا صلنت دعا دعا كلها أمانت هذا كوي إلي بكوي إلي نبي الله مكوي إلي قال نبي وحولي مركا إذن هذا إيشو سيدا إيشو تكفى همك وحلق هذا فلان كربض هذا والبهار كذا همي وردن بلق هذا فلان ويغفر لك ذنبك ذنبك والغضافية رواية أحمد با وحياه إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك إذن يكفيك الله الله كذا فلان ما أهمك وحك مرشية كمرقية كوال بهاري ودنبا ومد دنياك الدنيا دا وآخرتك آخر دا همك الدنيا يمدك آخر با الله كاقف الله مركا يدا الصلاة على النبي هول علوسوي هول علوسوي صلي النبي قال أداد باديسو هل كاسد هليس حديثكم معاني سو مركا وحول لمدي حديث كي أذكرنا إسان في السنن من شغله ذكري عن مسألته أعطيته أفضل مما أعطي السائلين ثم قرنا إسان حس كي يجي ذكر الله حس هاي روح كم مشغولية بريد دعاء الله إله وحسي آهي الله وحوله حانسين يا روح أصلا يكون مشغولي إنه يحسه ضدك يتوج يبريه وحانسي وح قبل ما سينه كفي عم سينه يا أظن كان أبي يانو أن دعاء الله نبي الله أن كلا قيب سنه حدوني نفسه أدعي النبي قال أدعي وحدوني نفسه إنه أدعي النبي أنا قصر لي هذه الصلاة قلنا لنا محمد أوب بديا هاوشنا إسكدا أيوه وحدوني وحكى في عم بالله قصير لي صلى قلنا النبي قال هذا الله بديا بالرمضان بقول جرا قرآن ك صلى عبادة هذا الله بديا دلني يرى ذا دقيدة صلى قلنا كل دعامة ولبا خاص من هذا وهابي هذا صلى جا وحقو دعامة ها دقيدة إنه كل دعامة صلى جنا بقى بديه صلى جنا بقى هذه سلام لقول شرنا صلى جدير إبراهيم التقانين كصلى جنا بقى هذا البنان كجوكتان أسرع قط جي سنا بقى صلى جي سكر نجا أسرع أفضل بدن هذه سيد كل دير هذا نبي محمد يالك ساق الربينا اللهم صل على محمد وآله وسلم أنت أطلع دل الله وكم شنكون مالك قليه حاولناها سحر قال لك عاف ماذا أنت أنا قارن أجرك آخره عاف ماذا كتشرة جنك قال لك عاف ماذا إيش قال لك عاف ماذا حسد كي عدو قال لك عاف ماذا عدو ربنا قال لك عاف ماذا قل يا حنون كذا بحن ويني وعيد كرسي يصلي بس أقرأ إليه كل عافية بجوا هندي ترك أنا عبت سومري صوص مري صدق كنا دور سوق بي صلي إنه عبادة يعني أو آخري سكر الدعوي ولي فيها مارب أخرى دي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم قلي نية الشفاء نكو آخري نية الصلاة على النبي نكو آخري جديد ما هي سوى البوق القلن هي ونكو عارف ماذا يسأل صلي النبي سيدو أبي الله الله يقوله والبهار كنا نينك كان عسى كنت عليه نينك يديم كنت عن تاي نينك وحوس ورجل وين نينك يجبر كنت عن تاي صلي جهابضي ولا قصي ديني شو رك بضم وقص لك برايد كنت عليك وايد أركاي رأوا الترمذي واحد كمل وقال حديث حسن وحديث حسن باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر باب كان يركع أن كنت راده والله بحديثه وحب باب هاي ما استحباب زيارة القبور قبورة إن لا بوقدو سنة نمت كيدا للرجال رجل الله سنة يوما يقوله الزائر نينك بوقدو قبور مسلمين وحو قران لها قبورة قال حتى والله بوقان كرا لكن لو مدو عين كرا قبورة قال واد بوقان
adoo u booqanay aad ku cibro qaadid meeshaasaad ku dambayn doontaa aadame halkaasuu ku dambayn qubuurta gaal waa loo booqan karaa laakiin markaad dul tagto waad habaaraysaa iyaga naar baad ugu bishaarayn alaa faabshuruu binnaar baad leedahay la socda usha waa di caqiida wey ha muslimkaad u ducaynaysaa gaalka waa habaaraysa wixii muslimiin allah u naxariisto wixii gaal naarta allah ku fogeeyaad leedahay الله كلا سوعي ولا يسكو ما يزادك إذن رقوا إنه قبور تبوغ دان وصن رق دمر كلاك ومسألة خلافية دمر قبور تبوغ دان كان خلاف علوس باكي علوم وصن يده هذه وصن الراجحة ويدنا وكراه يده هذه علوم بان باكو تغي من السلف والخلف ولينا وحرام بيده هذه رق بان بان باكو تغي رأيك إنه برنان تهي إنه سنة تهي بحيوك بدن ورق يا دمر بالله سنوي لكن دمر كوحا حران كا إن الزيارة قبور تبديات الكثرة إن قبور تزيارة زيارة لبديو رق الله سنوي دمر كالله ما سنوي إن المرمر دفع بوغدان باو سنة بدين تا ويمد بعن إلى الديدين حق دمر ما كانوا قالوا وعن بريد بن حصيب الأسلم رضي الله تعالى قال عن الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم محايدا كره هذا الكهر عن زيارة القبور قبور تعين لبوغضه فزور هذا بوغضه قارا راه مسلم وحن نبي قال ريبا إلا ذي حديث قال عديي وقال ريبا إسلام كعصبا دلقات كإسكيارا فانتن كقبوة القفة انت ما بطنا أذاب تذيبا لقرنين والبهاري جزعي تيرايا إيمان جرتي بروش عصبة إيمان جرتي رقم مهرو جاهل أجري انتو رقم كباب بأي لذكونا الدين تأيكو بيدي غيسي بو نبي قد ديدي إلا بوغضة مرك الدين كلا قبسدين قرآن كنو يكد حي ينبي قد أفصحي كنت نهايتكم محانا مدين كرربي عن زيارة القبور وقبور تبوغ شدد فزورها زيارة هذا بوغضة أمر كنو وأمر استحباب لا وجوب بوقشدان دنبا نهايتكم تاسودادا وحيليهين قران رك دمر بوا لغا ريباي كدبنا وا لو ودا فسخاي نيمان كديدن دمر كغونو اوغو دغان زيرد او ديدن وحيليهين ضمير كاني وضمير ذكور نهايتكم الراجح في الاصول لدمر كسو غلي مايا هذا الكرك بو دعايا القاس كبسخيه نول بديل كسو اسكا ليخيو مركو فهم دينيد ليهي موايا دوس دايكو اي نص قطع لا يحتمل تاويل باب ايمان دونان كغه له دونا ان شاء الله رياض صالحين باب الجنازه ايمان دونا مركاس ان هوان كرين يوروبيا لانغاتو كلا بخي دونا دي الله يراد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو يوم وحيتك هذا رسول الله رسول كلا وحوها كلما كان ليلتها كلما كان مر والبول لقاره ليلته هبين كيدي من رسول النبي حلق هبين أها كالك النبي يقول هاي يتوقع ذي مر والرسول قاره نبي وحوها يخرج كيبحة من آخر الليل هبين كنسك سدن بي حقي آذي جدي إلى البقيع حبالي البقيع إيه مسايد كمدينة كدوها الشهداء وإحود لقو حبالي بغن كودا فيقول حورج النبي السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام عليكم ونورنا يا وسلام يا دار قوم من مؤمنين قوم مؤمنين دار توديو أخص بالسلام دار قوم مؤمنين قوم مؤمنين دار توديو دي حال مسلم وكو حبا الله ماشي قال قوم حبا الله وحورنت وآتاكم وحايدين يمد ما توعدوا وحي لذن يبوا هاي وحايدين يمد وقيري وحي لذن يبوا ودي قيري أضبها مسير أدني وكسو تكتير غدا مؤجلون فقرا غدا مؤجلون ومشكل من حيث الاعراب معنى اهانا ومشكل والغرف هذا ويعذكتها ميل الراعي ما اتاكم بلا الراعي مثل توعدون للراعي هي حق لك حالين واول حال كاوي مبتديها اوي تقال بان باكي الله ما قصدي ان اقول روحاوي ان معاني ذا الله برميت كمثل اللمبرو وأتاكم حيث ما توعدون وحي الإذن يا أبو هاي غدا بريتو
مؤجلون ليجاب ومؤجلون إذ يأي القرآن وأنتم مؤجلون إلى غد معناها فعل إذن كنا وحاود بدقي سن وحايدين يمد وحفق بد مدري سن ومرك وحالي لو والحال كي وحاقوا أن هي مبتدي باقوا أن أو وأنتم مؤجلون وحايدين يمد إلى إذن يا أبو هاي غدا إلى غد ما ود بدقي سن إذن كنا مدى دون القواريسان أو سيتشوغا هاي أو دبدقا هاي أيابا وحي الذين يبوها إذين يمدوه معناها ساغرون معناها ساغرون قولي وحيدا أمي وأنتم مؤجلوا إلى غد باصحة هو محي إذن كنت دبا لإذن حياة البرسخ بها كنت جرتاني آخر ذي ويني دبا إذن جرتا معناها هو معانا لبادو لماري لبتركيز أصناع أدبو قرع زنيا غدا مؤجلون أي إلى غد مؤجلون وحال إذن دبدقاي آخر ذي وينيد هذا لك وحيدين يمد ودك صهر مريي معنا أسنا سنوى معنا جذع وليس منا وإنا إن شاء الله هدير ربي إلى هدانا بكم إذنك اللاحقون وإنسوها لدينا اللهم اغفر الله ودن بداف لأهل بقيع الغرقت غرقتكو جيت ميشكو يا ليبا والله قري جيت على قرب قضاء هذاني جيت يهود كأضاء هذان معيها بغان معا قولي إلى هذا يا ما أدري عبد غادر لكروا قروا قل ما قروا يحلق لك أنا بشوق الصومالي يسأل هذا هي أدبك أنت يا هاي جيت كان لبك بدن هذا قارس سقف صدي صومالي هذا هي امتحان كا هي ركوا للور هي جيت كاس يا على قرب على قرب كم مرة مغلانو مرة قرب ما ليه هذا مرجعنا رجعت وابحي ورعدا جيت كاس هميش كوي لاي مركز الله جبر الله قدم مي حبال بال الله قدم جاي جيت كي هميش كبر حي مقع باكوه ري قابتي ساسا بقى الغرب لو يجدا بقى عسل في سوا هميش بنان إيه جيت الله جبر وري سال قدي كم مقدو رات كده كوي له أيه بقى عسل في سلا يجدا اللهم اغفر الله ودم بداف لأهل بقى الغرقت حواشا بقيع الغرق لا يدادك كو حبا الله ودم داف شهداء مسلمين كلا بو على هاين عندكم معاني بدن با كجرو وها كجرا ان مسلمين تلا بوقدو اني سنته ولبا اني اسي افضل بدن تا ان لا بوقدو دك مسلمين تا قبور الهبينمو نستنب صومالي نستنب يا هبين قبور ما بتي كرتب بلاي اوغ صبحي وما كعر زمو حتى هو صفر كذا أقدر وما شو حبايبي نقف فوقي ولا قعر ولا قف فوقه مركات سيحاته بيقولها لقابر هو صو يا عيان بين هذا ملك كيان المنقى وحاسيد الله إن قبور المسلمين تلا بوقدو أولي بهبين لبوقدو إن سنة تاي أولي بنستم بلا بوقدو أي إن سنة تاي بقى كم وقت ونبي محمد يولي شري محيل الصوبان وشيء والبشيء ووفد بدن يكسم إن شري محيل يحل لجا نسك الدنبا مكان المسلمين تبوقت الدعاء يسوع الدعاء ذي إن لا أقبله بيانا أطهاي حلو حلو كف حليها كف هذا بقى دعاء والدعاء دعوين كلا كف يعنى ويانا وين لا أقبل حلقة يلا وهبين كنسك الدمبي هذا يسمالك هو أركان هبين نسنا ما ذوق برأك تاعه نوارا بيكو أركايا وإلا فانسين الدين تاعي ويفهمان وإنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله بكم لاحقون أما تبرق والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تبرق يا محي إلا دمار يا والعقي هاي النبي قلنا والعقي هاي وذا دساس هم وذا دم حليم ما هي إن النبي قلنا بدينا وكل دمان وقع وان الله شير إن لو حباين وقع وكان صار أمر بلن قاضي المحيا محياكم والممات مماتكم بكيري بلن كاغو قاده لكن النبي وسن لو عدين ان بقيع لو خباله ايو ان ميركا لو خباله مدينه كميده وان ان شاء الله بكم لاحقون على هذا المعنى ونقون تعليق تعليق بنقون تبرق نقون ماي لبدا معنى با والله شيغا وعن بريد بن حسين الاسلمي قال وحول صحابيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم نبي وحو بري جري اذا خرجوا الى المقابر meel laga booqdo oo lagu soo salaamo oo muslimiintu quraanka ugu akhriyaan oo ay ku hadiyeeyaan oo ay ku duceeyaan habaashaada in la geeyo ka dardaaran
ninkii awoodi kara Nairobi ku nool ha ka dardaarmo in Bambaasa lagu xabaalo ama Gaarsi lagu xabaalo ama Wajeer meelaha muslimiintu u badan yihiin. Reer Nairobi qoor ma soo salaamaan mana ziyaartaan waa aragteen. Masalo kale oo maalinka uu ruux dhintay la dul istaagay meeshan laba sano kahor baan hebel ku xabaalay. Intaa way xataa inaan lagu soo salaamin oo xataa ay ku imaanin oo xataa aysan ku ducaynin baa laga yaabaa wayna ku badan tahay. Miyirkaaba reer Nairobi ma hayaan. dhaqanka hore muslimiinta iyo soomaalidu meelaha ku dambeeya tuulooyinka ah eed ka soo jeedo igeeya dheh ee ahalkeedu joogaan hadday xukum kala qaadatana masale khilaaf masale fiqaba bilaabanays umaan waa maxay diyaaro kufrin ruux muslim lagu xabaali karaa baa imanaysa a masalaga hadda kor baynu ka hadal adoo balad muslim ah lagu xabaali karo ma banaana in lagu xabaalo balad gaalo meeshay gaalada ka taliyaan ee awood badan ku leeyihiin muslimiintu mustadcafiin ku yihiin in horaana balad islaam ahaan jirinna waa maxay daar kufrin wa xarbin marka waxaa tira waxaas khilaafka iyo warkaas intan ka daayo dad heli karto caruurtaada waxaa ku tiraa maalinka nafta ka baxdo meel ka sokaysa he Gaaris aan lagu xabaali Gaaris muddo gaasha dhadhaab dhoobley af madow sii socdo Muqdisho siyaad ilaa raas casiir socdaa rabto meel uns muslimiin u badan yihiin saasaa ku roob waa mushkilo in qabri intaa nool iska badaa adoo dhintay xabaashaadii lagu xabaalay meeshan uu ku xabaalayn wadaadku ma banaanta in lagu xabaalo masan boonaa in laga dhaqaasho waa dhib marka dhan kale wax idin fahansiiyo xabaashada in lagu murmo oo baxdi fiqiga ka bilowdo oo la yidhaahdo way banaana iyo ma banaan soo mushkilo maa meel banaan muran lahayn ba iska aad oo muslimiin joogaan ayaguna ka taliyaan ama hadaysan ka dalin ayagu u badan yihiin kuwa meesha ka hadlahaya ee waxbaan mas-uulinaya ee NBA-na ayagu islaan sheeganaya meelaha lagu geeyo siba siba ay dhaantahay naaru way hee way kala subxaanallaystaa kaan nabi wuxuu yucallimunkii bara idaa kharajuu ila almaqaabir haday xabaalaha aadaan an yaquula inuu yidhaahdo qaa'iluhum ka booqanaya salaamaya xabaalaha inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla diyaar salaanii nabadgudushina ahaato guryahan dadka degano oo meel mu'miniina kuwa alla rumeeyo dhab ah iyo wal muslimiina kuwa alla u hoggaansamay oo inay munaafiqiin ba dhici karto lagu lagu dhex jiraayo saha u salaamu la daru way dad baa degan muslimiina mu'miniina halka ku nool oo ku jira wa inna anagu insha Allah rabbi hadu yiraahdana bikum idinku laaxiquuna wa insuhaalayna tanna waa tii tabarruq ahayd maxaa yeelay inaad dhiman waad hobtaa oo ka daba tagi hadii goobtaad u jeedana baxdigana soo maray tacliiqahaaba imanaya wa inna anagu inshaadi rabbi idmo insha ama intaa waxaa la odhanaya bimacana idaa weey waasna waa baxdi kale oo intu tii shardiid maba ahaaba ee waa maxay waa inna anagu idaa sha allahu markuu rabbi doono xagga waqtigii zamanka bikum laaxiquun beri rabbi doonika naftan ka qaadi kara beri dambe ilaa xilliguu doono isagaa yaqaan wa bimacana intana إنه حل وبعنا إذا والله آخر ياسنا وتأول هذا في عام وأن سورة ويتكتب ويتكتب إيمان دون نوى وحرم أن يكتب بيننا أسأل الله لنا ولكم العافية إلهي أسأل الله لنا إلهي وحن أوي دينا يا أنك النفط يدي ولكم إذنك العافية نبت كلي بتقبت دنوبت يا عقابت يا أتقنى بتقشان العافية إلهي نكاعفي وكابت بادي wax walba dhibo way ruux muslimka meesha ku xabaan ifka iyo aakhiraba ruuxa muslim idan waxa kale ku jira marka ducaysanayso muslimiin u ducaynayso naftada ka bilow naftada ka bilow kadibna ku xuj wana waxa dhahay hadii goor xaadirka lagu hormaraya tawilkaas ka fiican naftada ka bilow ma ahayn hadii goor marka ducaynayso dadku waa laba uun xaadir iyo gaayib adiga ruux kale xaadir iyo gaayib mid jooga iyo maqane joogiyo maqan hadduu duceynayso to joogaad u duceynay kadib maqanad ku xijinaysa hadduu yahay mayid iyo xayina kanool ba xaadir ee kanool baad ku hormay mayidkaad ku xijinaysa
هذا وذا نوشين أدي الروح كلوية الله أسكب الله بي إلى الله حاضر أكا كلانا وامعي وغائب غيابك حقيم أنا إياه ونفطة ذو كبحسين هذا وجهد سلاسة قوة إيسا. وعن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال مر الرسول رسولك لو حصوم مري بقبور بالمدينة عفوا بقبور بالمدينة قبور مدينة كي يالو صوم مري النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليهم نبي وكسو جيستي ولصو قابل بوجه وجه سبرك إسناء وحكوت هكا أسقى روح المسلم كالمسلمين تقبور مكات بوقانا يسو وكسو جيستي وات قابل مركا إنه لا يسادو قابل جد وجه كاتسيني حبت كاتسيني لابتا تسيني جيغاد أدو ميسي دينع أدو دمان مرن ميسي وارتو قابل إسا بل سلف علم حيدا لقيمة كم بذا روح والباء انتو النولا مركو النولا انت تؤتر سنة تؤتر سنة إسا روحي من برنانك أتك سلامي جد برنانك أتك سلامي إنك وعالك إسكو دوم جد قرق أتك فريسان أدوان قبل إسا تعان تطوشة كساري مكا أدو عين إسا آد بد أقول دوم ودريمين أدو دوان إسو دريمية والله تصيا ودريمية هذي هوين إتي حباشو واتكفة كان أجنبي هذي إتي هو إذا هذي تاين أوسط كالقلي روح أجنبي كاها يضمر كاها صدر نتابل جرين برناك مكا جوكت أدون كاي نوري سدو كالي آذابتي دواشو إيا كاليراشو إنت اللو نولا أوكلا يليه مكا لبوقنا يأوي دنتان حباشو يقبرتو حكام تاني إذا مسكحة لقاي فقال نبو حلمكو كسو جزدي حول السلام عليكم نبات قلي دوشي نهاتي يا أهل القبور يا أهل القبور تلك حبالها الدقنو يغفر الله لنا أنك الله النور دافو ولكم يدين كبا أنتم يدين كوحاتين سلفنا هر مركا نبي هل يدين نقول الرئيسي السلف وضدك أهل كي كهر من حق كيريدا من تقدم من تقدم من آبائك وأهلك أو من سبقك في الوفاة ويهددون حكاية راضو دعانا مرض وقارد انتو كهري والسلف بكوية سيدرت السلف الصالح بأن رانا صومة ونغهر مرين تاريخاني جيري آم أنتم وحاتم النبي صلى الله عليه وسلم سلفنا ذلك نغهر ري نغهر مري جيري دا نغهر مري باتين ونحن أنغونا بالآثر وإن كرهات جوغنا ونغهر مرتين أنغونا وإن كرهات جوغنا وفي رواية الطبري ونحن على الأثر بعض ما يشهد على ونحن نقول على الأثر وإن إن شاء الله بكم لاحقون بإلا معنا طاي أنتم سلفنا وحاتين ذلك نقول مري حبال يا ود يا دمشق يا جيري ونحن نقول بالأثر هذا كنا نقصو جوجنا وإن توصلنا وحير بعد كذا بيننا نجي غير كل محل لو حيريو أدونا سوق يسوق سوق يسوق أثر يقال أثر ويقال إثر واتقن والجمع آثار إثر أول الرهبة ثأذة ين الحركة أثر ليه وأسكون مت وحلقوا جمعية آثار بلقوا جمعية هم أولي على أثر أكلوي رأوا الترمذي حديث كوري وقال وحول حديث حسن غريب وكتب وحديث حسن وغريب سدو الشيخي وذلك محقق وحديث غريب وصوب قاب صدي سوابك وحديث حسن غريب بعلماء كسو قولي الترمذي كل من نقل عنه من أهل الحديث وحي جامع كسو أنه قال حديث حسن غريب شو نوي سو قولي بانا صحة وركن ماهر أوشيغي شيخي زي بشار ويقى جيب كوضان لابن نسخو إليهم باعتمادين لكن نسخة كالي قرآن طيب كل إحدين وحي أغل لإحدين ولحاجة في أنفسهم وحكم كثير من الحديث وصاربي وقول لائين صدرت بكل وسنده ضعيف وسنده ضعيف نكر بعينه وده هو إنه هرمريه ترمين وحول الحديث إنه غريب أي ضعيف أوجي حسن كأوجي لكن كل من نقل عن الترمذي أضياء المقدسي الملقن حافن حجر ذهبي مناوي نول بوحكسه كورية متقدمين متأخرين با وعيسوق الترمذي يري نو كمذي حديث حسن غريب حكم كأسرنا أكثر نسخ بكجرة بعض النسخ بكردعي بركة حديثكم هو حسن سيد الترمذي الشيخ بها صحة سند كل شيء وذا اللي هذا وح كجرة سند كقابوس النبي ذبيان بها كجرة قابوس النبي ذبيان بها سند كجرة وأنا مختلف فيه والراجح أنه صدوق حسن الحديث
ترمذي مركه حديثك انه حسن يا نووش انه غريب يا نووش انتقاب كسمي وقاعد الاورنجري ومح الانتقاء من حديث الضعيف من حديث الضعيف نك ضعيف كحديث كيسين وحلقوا حشو العقيه انه حفظيه وقبت سيغونيا وهذا صلينا انه يحيى قابوس الضعيف ضعيف بقوية سير راجح انا وحسن صدوق حسن الحديث جماعه من الحفاظ بالتوثيقيه وكمل يا يحيى المعين كمل يا هي شادرت حافنا حجر تقريب كيسوحو لمركو مريي وفيه لين وضعيف كل عواي فيه لين الحافظ الذهبي في طريقة الحوري حسن الحديث حسن الحديث تكل ما فينا من كتاب كلكم إلى هذا ما لا دور أحكام نوع كشيء لكن طريقة الحوري هو حسن الحديث حسن الحديث وحكوا عضين إذا ضعف فيه سؤنه يهي ضعف خفيفة أون شديد أهين وحديث الله تحسيني ولذلك ترمذي وحكوا راعي حيث أنه حسن أضياء المقدس في المختار وقصوا ساري حكم الترمذي بسوق قوري أكتيسة واك حسن الملقب باكمذا وسوق قوري ولم يعاقبه أو لم يرد عليه أو لم يتعاقب عليه وحان وركاس إغسيف عن الحافظ أبي حفص عمر بن شاهين كتاب كيسي لورنج لذكر من اختلف العلماء والنقاد الحديث فيه حسوك كهالله قابوس النبي ذبيان سيسكو خلاف المحدثين تو مركزه وحوري بكسوك قري وركودي وحور هذا الخلاف في قابوس يوجب إمضاء حديثه خلاف كيسكو خلاف الحديث كنين كاري مركزه أورو المحكينا حديث كيسين لما يلمريو لسعودسيو ترمذ محوسمي وسعودسي لأن أحدا لم يطعن عليه ولم يبن بوري أحد ستوس أدري إلا توسنا شيء مجروي وحكوك بقبي وحديثه قريب حديث كسروا دوي هاي من السحق دوي هاي كتاب كسان لو يقانو ذكر من اختلف العلماء والنقاد الحديث فيه صفحة سديتني صدح إلى سديتني أفر كفيرية قبل أضياء المقدسي وعصو كتحسيني كتاب مختارضة حديث كصدح بقول شنبق صدر يا الله مركز سيد الترمذي الشيخ بها الصحة حديثكم هو حسن والله سبحانه وتعالى أعلم.